السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راح نشرح على السريع بصورة سريعة الدخول عملية دخول البوتاسيوم وخروجه الداخلية وكذلك الصوديوم. طبعا هذه عندنا اكسترا سيل وهنا انترا سيل، وهذه دار الخلية، وهذه يسمونها الصوديوم، الصوديوم بوتاسيوم بامب، مضخة الصوديوم والبوتاسيوم. طبعا هاي داخل خلية، راح تجي 3 صوديوم تلتصق بالبامب بالمضخة. بعدين المضخة تحتاج اي تي بي تحول الى اي دي، و خلال ذلك المضخة راح تشتغل، ومن تشتغل تطلع الصوديوم برا الخلية. طلعت بعد ما استخدمت الاي تي بي، طلعت من طلعت خارج الخلية راح يجي عندك البوتاسيوم. البوتاسيوم 2 يجي يلتصقن بالبروتين بوم وتدخل داخل الخلية. يعني بالمختصر يخرج ثلاثة صوديوم ويدخل 2 بوتاسيوم داخل الخلية، يخرج 3 صوديوم ويدخل 2 بوتاسيوم داخل الخلية. وهاي المضخة بروتين بوم تحتاج إلى أي تي بي دي بي تشتغل، وتحتاج إلى أنسولين يلا يشغلها. أنسولين ماكو ما تشتغل هاي الدليل بروتين بوم، وإذا ما اشتغلت معناته شنو؟ راح يزداد البوتاسيوم بالدم، راح يصير عندنا هايبر كليمي، وهاي يصير في مرض السكر، في حالة دي كي اي ديابيتس كيتو اسيدوسيس. هي بصورة مختصرة عندنا طريقتين دخول البوتاسيوم وخروجه للخلية. انا يعني طبعا سميتهن حتى تسهل الموضوع، طريقة شرعية وطريقة غير شرعية اللي هي التهريب. الطريقة الشرعية طريقة على حسب الاصول، عن طريق الصوديوم اند بوتاسيوم بام، واكو انسولين يشغل هذه البام، يدخل 2 بوتاسيوم يطلع 3 صوديوم. هذه هي طريقة شرعية ما بيش. بس اذا ماكو انسولين ايش راح يسوي البوتاسيوم؟ خو ما يضل هيج، لا راح يستخدم طريقة غير شرعية، وهي سميتها طريقة التهريب. راح يدخل بوتاسيوم من طريقة ثانية، مو عن طريق بروتين بوم، يدخل عن طريقة ثانية. بس من يدخل راح يطلع هيدروجين، يدخل داخل الخلية راح يطلع هيدروجين، راح يطلع هيدروجين إلى خارج الخلية. بس وين المشكلة؟ من راح يطلع هيدروجين خارج الخلية راح يزيد الاتش، الاتش راح تزداد عندنا. من تزداد عندنا الاتش معناتها راح تزداد الحامضية، يعني تقل البي اتش، فراح يصير عندنا اسيدوزس ميتابوليك اسيدوزس. الميتابوليك اسيدوزس بي اعراض هواي، يعني راح يدخل الاتش، راح يدخل اتش، من راح يدخل اتش راح يزداد، من يزداد الاتش يعني معناته شنو؟ راح يصير حامضية، يعني تقل البي اتش. فهذه الطريقة غير شرعية، تلاحظون هنا هذه مختصر. يعني هنا عندنا المضخة اللي نسميه، طبعا هذه السيركوليشن الدورة الدموية، وهذه داخل الخلية او المصل العضلة. هاي الصوديوم ان بوتاسيوم بوم، يجي انسولين يشغل هاي المضخة، يطلع عندنا 3 صوديوم ويدخل عندنا 2 بوتاسيوم، وهذا شغل تمام. ماكو انسولين ايش راح يسوي البوتاسيوم؟ راح يدخل عن طريق هذه الطريقة، يدخل ويطلع هيدروجين. رغم ذلك البوتاسيوم يبقى عالي، لان هاي طريقة غير شرعية، راح يدخل بوتاسيوم قليل، فيعني يبقى عالي، يبقى يعني تبقى عندنا حالة الهايبر كاليميا، يعني يبقى البوتاسيوم عالي بالدم، تبقى حالة الهايبر كاليميا. وما تروح حالة الهايبر كاليميا إلا نستخدم إنسولين. يعني مريض عند هايبر كاليميا يحقن بإنسولين، فالإنسولين راح يشغل الصوديوم عن بوتاسيوم بام، وراح يدخل عندنا بوتاسيوم، فراح يقل البوتاسيوم بالدم، وراح يصير كل شيء تمام. فشرحنا طريقة دخول وخروج البوتاسيوم من الخلية، وشكرا.